رجعنا لكم مشاهدينا ونكمل كلامنا عن السياحة. وإذا كنا نتحدث عن السياحة فإحنا نتطرق في هاي الدقائق إلى مفهوم السياحة من الزاوية التعليمية والثقافية والتربوية من أجل زرع وتنمية مفهوم الثقافة السياحية والتراثية في نفوس الأجيال الجديدة. بالفعل، لأن تحفيز وتعزيز الثقافة السياحية عند أبنائنا وأطفالنا ما يتوقف على نوع معين من المعلومات أو القدر اللي يكتسبونه من المدرسة أو الجامعة، والمفروض أن يكون هناك مسؤولية بشكل دائم من قبل الأهل تعزز الثقافة العامة ومن ضمنها الثقافة السياحية والتراثية من أجل أن يكونون جيل مطلع ومتمكن من ثقافة وطنه. فشلون يمكن العمل على تعزيز هذا النوع من الثقافة عند أبنائنا؟ وكثير من الأسئلة اللي بتجاوبها لنا الأستاذة مريم الدوسري، مدربة في مجال التنمية البشرية. ويا هلا ومرحبا بك. مرحبا فيكم. إذا أستاذة، وين بالفعل تكمن أهمية أطفالنا ويعني مراهقينا يكون عندهم يعني هذا الوعي بخصوص الثقافة السياحية والتراثية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع السياحة والثقافة السياحية فعلا موضوع مهم جدا، وأهميته تكمن في أن أنا أعتبره واجب وطني، واجب وطني من الأسرة تجاه أبنائها لأنهم أبناء هذا الوطن. وشيء ثاني أن مسؤولية اجتماعية على كل فرد أنه يثقف نفسه ثقافة سياحية، على الأقل ثقافة محلية ترتبط بوطنه، فهي فعلا مهمة، تعبر عن هوية وطنية، تعزز الانتماء الوطني، ايضا تحقق اهداف تنمويه بعيده المدى في رؤيه قطر. فيعني فالثقافه هو ذلك الكل المتكامل من جميع عناصر الحضاره، سواء الماضي او الحاضر او المستقبل. لذلك فعلا هي شيء مهم بالنسبه لنا، واجب وطني علينا احنا فعلا احنا ان شاء الله نلتزم فيه ان شاء الله. طيب استاذه، انت ذكرتي ان هي واجب وطني، شلون يمكن للاهل انهم يعني يزرعون هالشيء في عيالهم؟ يعني احنا حسب الظاهر اللي موجود عندنا في ايام الاجازات دائما الانطلاق الى الخارج، يعني الخروج الى الخارج بقصد السياحه، ولكن ليس هذا المفهوم الحقيقي للسياحه. السياحه ليس بالضروره ان تخرج خارج الوطن، هناك سياحه خارجيه، سياحه داخليه. فاتمنى من كل اسره يكون عندها نوع من التنظيم واعاده ترتيب اولوياتها خلال العام السنه بالكامل، في اجازات قصيره المدى، في اجازات طويله المدى، هي في الاجازه الصيفيه. فيعني افترض من كل اسره ان شاء الله ان تلتزم بهذا الواجب الوطني، بان تخطط تخطيط عملي ومنطقي، ان على الاقل تستقطع لو وقت من هذه الاجازات القصيره، سواء منتصف العطله العام او في بدايه العام او اجازات الاعياد، ان تخصصها فعلا من اجل الوطن، من اجل الثقافه السياحيه المحليه. وايضا توعيه الطفل بانه يشارك في تخطيط لهذه الاجازه ان شاء الله، لو كانت 3 ايام حتى لو اجازه قصيره ان شاء الله فيها البركه اذا كان فيها تنظيم وحسن تدبير. فالاطفال، انا اتمنى من كل اسره تجمع اطفالها في اي اجازه قصيره، تجمعهم وتخلي الاطفال ما شاء الله عندهم مهارات تكنولوجيه عاليه، فيمكن يطلعون على كل المواقع المتوفره، انهم يطلعون على كل مصادر السياحه ومعالم السياحه في الدوله. وعلينا ايضا ان نحاور الطفل بشكل بسيط جدا، على الاقل اذا افترضنا ان الطفل من عمر 7 الى مثلا 18 سنه، المراهقين نفترض نحاورهم في ان مفهوم السياحه لا يقتصر على التراث الماضي فقط، ان المفهوم السياحي يجب ان يكون واسع، ان يشمل الماضي والحاضر بانجازاته الموجوده حاليا، وايضا تطلعاتنا احنا للمستقبل في رؤيه قطر للمستقبل، كل ذلك يعتبر سياحه عامه وثقافه عامه شامله. فالطفل بيركز على كل شيء، هو دائما الاطفال لما نقول لهم معالم او تراث او كذا يرتبط على طول بالماضي، وهذا اكيد يمكن قد يمثل 60 او 70% من السياحه، ولكن على الطفل ان تكون نظرته شامله ويكون واعي، واثناء البحث في المواقع يبحث عن كل شيء جديد في السياحه في الوطن. وطبعا تحتاج الى تنظيم، تحتاج الى حوار، تحتاج الى جلسات هادئه مع الاطفال، نقاش، نعطيهم مساحه من الاختيار، ايضا حريه الاختيار، ونقسم ممكن هذه السياحه نقسمها على مدى العام، يعني نستقطع بعض الاوقات في بعض الاماكن بالتخطيط المشترك بين افراد الاسره ان شاء الله. طيب هذا يعني من جانب الأسرة. نعم. عندنا أيضا جانب آخر وهو جانب الجهات، خلينا نقول التربوية والأكاديمية. نعم. اللي تقوم يعني أيضا بعد بدورها. نعم. على تعريف الطلاب كافة أو أساسيات هذه الثقافة من مسابقات، تقديم. نعم. مسابقات. نعم. مثلا وغيرها. فيعني كيف يقوم هذا الدور؟ إن شاء الله مثل ما قلنا هو واجب وطني، سواء على الأسرة أو كمسؤولية اجتماعية من كل المؤسسات الدولة. هناك ما يسمى دائما بمفهوم أو مصطلح الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية.
كل فرد مسؤول أي كان منصبه أو حتى لو فرد في أسرة أنه يكون مسؤول. فطبعاً إحنا تكلمنا عن الأسرة، الآن بالنسبة لمؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة تسعى بكل رؤيتها بكل توجهاتها إلى تحقيق رؤية قطر، وهي تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني. لذلك فأنا الحمد لله ملاحظة فعلاً توجه كبير على أن كل مؤسسة تشتغل فعلاً على تعزيز الثقافة المحلية أو السياحة المحلية. ما شاء الله كلامك أستاذة، مثل ما إحنا الحين متعاونين نعم. قناة الريان مع الهيئة العامة للسياحة، وكل يوم بعدين نعرض سؤال من الأسئلة نعم. من أماكن متفرقة. هذا شيء جداً رائع، ولاحظت في الفترة هاي الأخيرة نعم. يعني ما تتصورين إذا يوم واحد ما شفنا ما شاء الله برنامج الصباح رباح، نفقد جزء كبير من الثقافة السياحية. نريد أن نتعلم شيء جديد عن وطننا، حتى إحنا نعتبر نفسنا، نحتسب أنفسنا مثقفين، نكتشف أن عندنا بعض القصور الثقافي صح. ونخجل منها بصراحة في بعض الأحيان في صح. بعض المواقف لما يجونا ضيوف من الخارج إحنا كبار نخجل أننا لا نعرف المسمى قد لا نعرف عنه شيء، أو قد نعرف المكان ولا نعرف المصطلح صح. ولذلك هذه نقطة مهمة بالتركيز على المفاهيم المصطلحات. لما نخرج مع أطفالنا في المؤسسات التربوية، نركز شوي على المؤسسات التربوية والمراكز، إحنا تكلمنا في الأسبوع الماضي إشراك الطفل في الأنشطة الصيفية والمراكز التطوعية. المراكز التطوعية والأنشطة الصيفية ومؤسسات الدولة فعلاً تقدم مجهودات منظمة ومركزة في تحقيق هذه الأهداف السياحية. ممكن يخرج رحلة جماعية مع الأطفال، ممكن النادي ينظم كل يوم أو كل أسبوع رحلة لمنطقة معينة، فبيكون هناك فعلاً مدخل أو مصدر للثقافة الموثوق فيه. فأتمنى من كل الأسرة تركز على الأنشطة الصيفية وتتعاون مع المؤسسات وتنتهز الفرص المعروضة. ما شاء الله الجرائد الإعلام تعرض عن رحلات صيفية، عن معسكرات، كل ذلك يعزز الثقافة السياحية. ولاحظت فعلا المسابقات هذه تثري المعلومات، تجعلنا نسعى للبحث والتشويق أيضا. يعني مجرد طرح سؤال مثل هذا السؤال اللي احنا سمعناه من الأخت أثار فيني أن أعرف أي منطقة بالضبط تقصد، حتى لو كنت أنا أعرفها ربما تكون معلومتي غير صحيحة فأنا أبحث. ففعلا المسابقات، يعني لو احنا بعد ركزنا على المولات، على المجمعات التجارية، أتمنى أن الكل يكون عنده توجه وطني وهدف واحد كلنا نشتغل عليه، وهو تعزيز الثقافة السياحية والمحلية وتعزيز التراث والهوية الوطنية بكل أنشطتنا، من خلال توزيع بروشورات، من خلال مسابقات بسيطة داخل المولات، من خلال مسابقات. أتمنى بعد هذا مقترح المجلس الأعلى للتعليم، أتمنى يكون عند المجلس الأعلى للتعليم توجه لكل المدارس المستقلة، كل المدارس الخاصة، يكون في مسابقة سنوية خاصة بالثقافة السياحية للماضي والحاضر والمستقبل، تكون عامة لا تقتصر على مجموعة من الأفراد. يعني دائما في المسابقات احنا لاحظنا نختارون 5 أطفال أو نخبة من كل مدرسة نعم. لا، نريدها تكون عامة على مستوى التقييم، المدارس تقييم المدارس إلى مدى، إلى أي مدى كل مدرسة عززت مستوى الثقافة السياحية والتراث والهوية الوطنية من خلال أنشطتها الداخلية للمدرسة ككل، فيدخل من ضمن التقييم العام للمدارس. فبهذه الطريقة نضمن يعني كمربين، نضمن يعني كواجب وطني علينا، نضمن بتحقيق هذا الهدف التنموي البعيد المدى صحيح. إذا اشتغلنا على هذا الهدف كأسرة وكأفراد وكمؤسسات وكل مراكز التطوعية والمدنية والحكومية، فعلا خلال أنا أتوقع إن شاء الله خلال عام واحد سوف ننشئ جيل مثقف سياحيا يشعر بالاعتزاز والفخر. ويمكن يجينا يوم تحسين أن في بعض الإجازات القصيرة أن الكل يبي يتوجه إلى الداخل وليس إلى الخارج أكيد. وأتمنى تحقق إن شاء الله هذا الهدف. جميل. يعني إحنا نلاحظ، أنت ذكرتي المولات وذكرتي هاي الأماكن بالذات اللي تجذب المراهقين، إحنا نلاحظ فعلا أن المراهقين يتجهون إلى المولات لكن مش بهدف ثقافي كثر ما هو بهدف تمضية الوقت وتضييع نعم. الوقت، لأن هم يعانون من فراغ نعم. خلينا نقول في الغالب نقطة مهمة. معظمهم يعانون من فراغ ومعظمهم ما عندهم الشيء اللي يجذبهم، مثل المسابقات اللي طرحتي الفكرة حاليا أن يكون في المولات في مسابقات خاصة بالثقافة نعم. السياحية. فشقد ممكن هاي الشيء بالنسبة يعني للمراهقين بالذات نعم. وحتى تحتها كم خط أنه هو يشغل وقتهم ويعبي الوقت اللي في حياتهم بطريقة تثري ثقافتهم نعم. وبصراحة هو سؤال مهم وحاطته يعني مركزة عليه جدا في الموضوع، هو أنه يجب أن تكون السياحة ترفيه وثقافة في نفس الوقت. يعني معلش اسمحوا لي، بعض الأسر لما تروح المجمعات أو تروح حتى دولة ثانية ممكن أنها تترك الطفل في مدينة ألعاب وتقعد تراقب من بعيد، شيء جميل أنها تراقب الطفل وتحافظ على سلامته وهذه، لكن هل هناك حوار؟ هل هناك نقاش؟ هل هناك تغذية راجعة؟ إذا لم يكن هناك نقاش أو تغذية راجعة من الوالد أو الأم أو الأخت الكبيرة أو الأخ الكبير لهذا الطفل، راح يظل السياحة بس مجرد ترفيه، لعب وتعب ورجع كل ونام.
احنا نبي ايش شلون يكون ابعد الهدف ابعد، ان الطفل لما يلعب لما ينتقل من مكان الى مكان من معلم الى معلم انه يحفظ على الاقل مصطلح واحد، يحفظ على الاقل معلومه او معلومتين. ما تتصورين ايش كثر تاثر في نمو الطفل المعرفي. يعني الترفيه الحمد لله متواجد في البيت في المجمعات في كل مكان، لكن الثقافه جرعه الثقافه اليوميه هل نضمنها للطفل؟ مثل جرعه الفيتامينات مثل جرعه الغذاء بالضبط، هل نضمن ان اخذ جرعته الكافيه من الثقافه ولا مجرد قضينا 4 ساعات ورجعنا ولم نخرج الا بمجرد لعب وترفيه وتعب ومشقه ربما يكون على البعض؟ اذا لازم نركز، وهي واجب فعلا، واجب مسؤوليه اجتماعيه، وكلكم راعي ومسؤول عن رعيته، ان الاب عليه واجب، الام عليها واجب، معلم لما تخرج في رحلة مع الأطفال في مجموعة أنها تعلم كل طفل توصل المعلومة لو أبسط المعلومات لو أدنى المعلومات توصلها بثقة وبصدق، أنا أتوقع أن فعلا حققنا هدف كبير، وأتمنى من الأسر والمؤسسات تشتغل على هذا الهدف إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أستاذة مريم، بما أن احنا نتكلم عن الثقافة والتوعية، بنتكلم عن ثقافة وتوعية من نوع آخر، وهي في جولتنا اللي ياخذنا فيها زميلنا حمد الفياض دائما مع البلدية. خلينا نروح له ونرجع نكمل حوارنا معك. صباحك الله بالخير أخوي حمد، الكلمة عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير خواتي في الاستديو، صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. ومثل ما عودناكم في جولاتنا مع وزارة البلدية، اليوم احنا في القسم الخدمي من وزارة البلدية فرع الوكرة. بلدية الوكرة تقدم خدمات كثيرة، واحنا موجودين الآن في خدمة العملاء. هذه الخدمة عندهم أشياء جديدة وأشياء متنوعة، بيكلمنا أكثر عنها السيد محمد جابر سرور، رئيس مكتب خدمة العملاء في بلدية الوكرة. صباحك الله بالخير. صباح الخير. جابر، مرحبا. الله يحييك ويسلمك جابر. بداية احنا دائما في جولاتنا للبلدية حولناها من جولة تفتيشية توعوية، والآن أصبحت صحية وخدمية. صحيح. نعم. مشاهدينا قاعدين يستفيدون من هذه الخدمات اللي انتم تقدمونها، وإحنا بعد قاعدين نتعلم ونستفيد منها. نعم. من خلال فقرتنا اليوم ودنا نعرف أكثر عن الخدمات. بداية نبي نعرف بلدية الوكرة شو الخدمات اللي تقدمها؟ والله بلدية الوكرة طبعا تقدم خدمات للجمهور من خلال 3 قنوات، اللي هي قناة الاتصال. جميل. وخدمات الموقع الإلكتروني، والخدمة اللي هي الشخصية في المبنى الرئيسي في بلدية الوكرة اللي هو في شارع عبد الرحمن بن جاسم. حلو. طبعا الخدمات هذه تتجزأ ل3 إدارات رئيسية في بلدية الوكرة، اللي هي الإدارة الشؤون العامة والإدارة الخدمات وإدارة الرقابة. طبعا الحضور الشخصي مهم للشخص نفسه في تقديم الخدمة في البداية، وممكن ما يتواصل معنا إلا من خلال الاتصال أو من خلال الموقع الإلكتروني. بس أغلب الأشخاص الحين طبعا يجون البلدية خصوصا في الإدارة الفنية لتقديم الخرائط وتقديم الطلبات الخاصة بالمباني. طبعا هاي تحتاج أنهم يجون بحضور شخصي. والله بحضور شخصي أو المندوب طبعا أو المكتب الاستشاري دائما يجينا في تقديم الطلبات. جميل. هذه جميل. نعم. احنا موجودين الآن في قسم الخدمات العامة، خدمة العملاء الرئيسي الخاص. نعم. أي طيب. نعم. شو اللي قدمه هذا القسم، وخاصة أن ما شاء الله إحنا نشوف أكثر من 6 كونترات مثل ما تشوفون مشاهدينا. نعم. قاعدين يستقبلون معاملات، فوق هذا أنتم تستقبلون معلومات عن طريق الكول سنتر وعن طريق الخدمة الإلكترونية. صحيح. طيب. طبعا احنا الموقع الهاي فيه طبعا موظفين او موظفات متدربه طبعا من خلال الادارات. حلو. المختلفه في استقبال الطلبات، في وضع الحلول المناسبه، في طبعا الموقع الالكتروني. ممكن شخص مو بعارف ان الموقع الالكتروني ممكن يجي يستفيد منه، او هم ينزلون لنا في الموقع الالكتروني الخدمه نفسها. جميل. وممكن يتواصل معنا بالتليفون في حاله الطلب الخدمه مره ثانيه. جميل. فكل الخدمات الموجوده في بلديه الوكره تتواجد في الكاونتر اللي احنا موجودين فيه الحالي. طيب احنا ودنا نتمشى شوي على اساس ان احنا نوري مشاهدينا المساحه اللي احنا موجودين فيها، الكونترات اللي موجودين فيها. اكيد. طبعا بجابر مكانكم على الشارع العام. نعم. هل المراجع يواجه مشكله في المواقف ولا انتم موفرين مواقف في مكان اخر؟ والله المواقف موجوده متوفره طبعا في الشارع الرئيسي، في موقف خاص بالمعاقين في الشارع الرئيسي، في مواقف اضيفت مواقف خلفيه خلف المبنى بشكل كبير ومساحات كبيره تسع يمكن 200 سياره. طيب طبعا. جميل. الحين بجابر دائما الناس تقول لك خدمة العملاء من أهم شروطها أن يكون الموظف مؤهل من المعلومات العامة. صحيح. على أساس أنه يقدم الخدمة الصحيحة. صحيح. طبعا ما شاء الله كل الموظفات عندنا هنا يقدمون الخدمة، طبعا هم تم تدريبهم في الإدارة المختصة وفي دورات تدريبية متخصصة في المجالات نفسها. طبعا احنا وصلنا الحمد لله في بلدية الوكرة للموظف الشامل.
جميل. كل الموظفات الموجودين اللي نشوفهم الحين هي يقومون بالدور نفسه بشكل متكامل، كل واحدة تتعلم من الثانية تقديم الخدمة. في حالة القصور الخدمة طبعا في موظفات الموجودين عندنا أو البديل موجود طبعا في الإدارة نفسها أن تتواجد دائما في الكاونتر لأداء الخدمة. طبعا احنا خدمتنا طبعا من الساعة 7 إلى الساعة 2 بشكل متواصل الحمد لله، وموجودين الموظفات وعلى كفاءة عالية من الخدمة يعني الحمد لله. اكيد يعني صراحه اللي احنا نشوفه، احنا ما نشوف عدد مراجعين كبير، هذا يدل ان الخدمه سريعه وانه ممكن انهم يخلصوا امورهم. طبعا عندنا حسابات بالنسبه لخدمه العملاء ان الوقت المستغرق في تنفيذ الخدمه دائما نراقبها، دائما نشوف المراجع من يدخل من استقباله من كذا ليه تأدي الخدمه، نشوف الوقت اللي ياخذه. طبعا في بعض المراجعين عنده اوراق ناقصه او شيء ممكن يتواصل معنا بالايميل، ممكن يرسل لنا بالفاكس، ما يجينا مره ثانيه نحاول يعني نسهل الخدمه. وحتى اذا احتاجنا الامر يجينا مره ثانيه يكون ما يتواصل معنا فقط بالحضور الشخصي، ممكن بالتليفون او بالايميل او بارسال الاوراق اذا ما تحتاج الاوراق الاصليه تكون في مكتب خدمه العملاء. طيب احنا مستمرين في موضوع الخدمات، احنا شفنا في عندكم قسم خاص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. صحيح. تكلمنا اكثر عنها والكونترات الموجوده فيه. كبار السن موجود عندنا ما شاء الله من اكبر المكاتب الموجوده يمكن في بعض البلديات، نأدي الدور نفس لكبار السن وذوي الإعاقة. طبعا المكان مهيئ نفسه للخدمه نفسه، طبعا احنا طورنا الخدمه هي نفسها، ممكن حتى الشخص اللي ما يقدر ينزل من السياره ممكن نوصله. جميل. ممكن يتصل لنا نوصله حتى ندي له الخدمه حتى لو في اي مكان. في اشخاص معينين ممكن يتواصلون معي يجيبون الاوراق، ممكن يرسلها لشخص معين عندنا في الاداره نفسها اذا ما كان يقدر يوصل. بس المكان مهيئ لاستقبال كبار السن. طبعا المعاقين نفس الشيء ممكن يتواصلون معنا ويكون المكان مهيئ. طبعا تؤدي الخدمه هو في مكانه، ما يحتاج انه يروح راجع الكاونتر حتى خدمة العمل الموجود عندنا، ممكن هو موجود في مكانه احنا ندي له الخدمة، ما يحتاج في اشخاص معين يوصلونه في المكتب نفسه ويؤدون الخدمة وهو موجود عندنا. في بداية لقائنا انت قلت لي الخدمات منقسمة الى قسمين، قسم لازم حضور شخصي وقسم ممكن انه يخلصها عن طريق الخدمات الالكترونية او الكول سنتر. صحيح. بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة الحضور الشخصي بعد هذا ممكن يكون في استثناءات ان انتم ترسلون لحد؟ والله هي في حاله طلبه هو لسه لاستثناءات معينه ممكن الموظف المختص يوصل هناك ويقدم له الخدمه. طيب بس اكثر الناس تجينا في البلديه، وطبعا احنا نحاول نخفف من طبعا حضوره مره ثانيه اذا كان عنده اوراق ناقصه يكون على تواصل معاه، مثلا ممكن يرسل لنا بالفاكس المعلومات هذه او مثل ما قلت عن طريق الايميل. طيب انا في نهايه لقائنا ودي اختم، انت قلت موظفنا موظف شامل. نعم. ما معنى كلمة شامل؟ والله أنا أتوقع يعني وزارة البلدية ونشأت أصلاً لأداء خدمات مختلفة في إدارات مختلفة، فإحنا أساس أن نطور الخدمة نفسها حطينا الموظف الشامل اللي يقوم بجميع الخدمات لثلاث الإدارات المهمة عندنا اللي هي الإدارة الفنية وإدارة الخدمات وإدارة الرقابة. ما شاء الله. فالموظف الشامل بالعكس بيكون هو ملم بالخدمات وجميع الخدمات الموجودة في البلدية، وبالعكس بيكون مكسب للبلدية. صحيح. ودك تقول أي نصيحة لمشاهدينا؟ والله هي بلدية الوكرة وأتوقع وزارة الشؤون البلدية تطور خدماته بما يتناسب طبعا مع التوسع العمراني الحالي، مدينة الوكرة تضم على مدينة الوكير على المساحات الموجودة أو الحدود الإدارية الموجودة عندنا في البلدية الحالية تغطي والتوسع العمراني. فإن شاء الله يعني بالعكس البلدية الوكرة احنا تخفف الإجراء اللي يكون في المبنى الرئيسي. صحيح. فاحنا الناس احنا تتمنى انه ما يجيك يراجع هنا، ممكن بالتليفون، ممكن عن طريق الخدمه الالكترونيه، ممكن يرسل الفاكس على اساس نعدي له الخدمه بالشكل المطلوب. بيض الله وجهك وشرفنا على شاشه الرياض. شكرا شكرا. جزاك الله يحييك. مشاهدينا الكرام نحب نشكر السيد محمد بن جابر سرور رئيس مكتب خدمه العملاء في بلديه الوكره، ومثل ما تشوفون يعني جزاهم الله خير، مبنى جميل، مبنى جديد، وفوق هذه كلها يقدمون خدمات الكترونيه وخدمات عن طريق الكول سنتر. صراحه المبنى اللي مسوينه حق كبار السن وذو الاحتياجات الخاصة يعني يشكرون عليه، وإحنا شفناه وأنتوا شفتوه معانا من خلال اللقطات. هذا كان ما لدي من البلدية، انتظرون الأسبوع الجاي مع جولة جديدة مع البلدية، ولكن الآن أرجع لخواتي في الاستديو. شكرا لك أخوي حمد على هذا النقل وأستاذة مريم. في أثناء
مكان زميلنا يتكلم مع المسؤول من البلدية، أنت قلتي أن هذه الأماكن أو المؤسسات ممكن يقصدها كذلك الشباب والمراهقين أنهم يتعرفون على الأماكن والخدمات أكثر وأكثر. ويعني اللي حضرني أنه لو إحنا كأهل ركزنا على أن إحنا نثقف عيالنا مثلا خلينا نقول في الجانب الثقافة السياحية، وركزنا على انهم هم بنفسهم يحبون يتعلمون ويبحثون ويبحثون بيبتدون هم يتوجهون مثل ما قلتي الى هاي الاماكن ويتعلمون اكثر يعني عن بلدهم وعن الخدمات المقدمه فيها. وجه لنا نصايح حق الشباب وحق الاطفال والمراهقين انهم يتوجهون اكثر الى انهم يتعرفون على بلدهم والخدمات والتراث والثقافه اللي فيها. طبعا احنا علينا احنا نستثمر كل الفرص المتاحه، يعني ما شاء الله هذا التقرير لما شفته اول ما لمح على بالي قلت يعني ايش كثر احنا محتاجين نعرف انفسنا وابنائنا بالخدمات المحدده التي تقدمها هذه المؤسسه او تلك، يعني اي مؤسسه. قد يحدث عندنا لبس بعض الاحيان في التوجه الى اي مؤسسه معنيه، وممكن نضيع الوقت والجهد في البحث عن الخدمه. بوجود هذه البلديات، بوجود هذه المؤسسات الدولة، فعلا على أولادنا أنهم يعني على الأقل أصطحب أنا مثلا كأب أو كأم، أصطحب له مرة ابني المراهق الواعي المدرك أنه مرة في جولة إلى هالبلدية عشان أنا أخلص معاملة يروح معاي. فبهذه الطريقة يعرف من وين يأخذ الخدمة وبالطريقة القانونية الصحيحة. وحتى لو ما يجيني سائح من دولة أخرى، من دولة خليجية أو عربية أو مقيمة، ما تتصورين مدى الرقي والتحضر والثقافة لما يكون ولدي مثلا أو بنتي عمرها 12 سنة 14 سنة سألها هذا السائح وين أنا أجيب هالمعلومة أو إلى أي مؤسسة أذهب. فأنا المفترض كمواطنة أعرف أقول له رد على هذا السؤال، أقول والله تروح البلدية الفلانية أو المركز الفلاني. لكن ما تتصورين أيضا العكس لو كان مدى الإحراج، أنه لما يسألني يقول والله ما أعرف ما عندي فكرة. يعني أتمنى أنه ما يكون هذا الشيء. طبعا إحنا ننظر دائما للشيء الإيجابي، واللي هذا أتوقع إن شاء الله في المستقبل. أنه أنا وجه نصيحة عامة لكل الأسر، نستثمر كل وقت نقضيه مع أطفالنا سواء صغار أو مراهقين قبل ما يوصلون لمرحلة الاعتماد على نفسه. الطفل مجرد ما يخلص 18 سنة يعتمد على نفسه ينطلق في الحياة، يمكن ما يكون ملتصق كثير بالأسرة. فننتهز هذه الفرصة من عمر 7 سنوات أو 6 سنوات التأسيس. ننتهز هذه الفرصة الثمينة من عمر زمن 10 سنوات، نكون مع الطفل في المسجد، في المؤسسة، في الترفيه، في السياحة، نحاوره حوار بسيط. ولكن بعد أرشد لنقطة ثانية، أن خير الأمور دائما الوسط. كثرة التوجيه والتدخل قد يؤثر سلبا أحيانا على نفسية المراهق. صحيح. فتركيه أحيانا يتأمل، أحيانا يفكر، أعطيه فرصة أنه هو يسأل. إذا ما لاحظتي أن إذا لاحظنا أحيانا كل واحد يعرف شخصية ابنه، إذا لاحظت أن الطفل سلبي أو المراهق سلبي نوعا ما أو عنده خجل أو تردد نبادر إحنا بالسؤال. ولكن مثل ما قلت لكم الاعتدال في كل شيء، التوجيه المناسب في الوقت المناسب للعمر المناسب. وهذا محتاج منا كأولياء أمور جرعة كبيرة من الثقافة الأسرية الممتعة عن طريق كتاب، عن طريق موقع إلكتروني، أتسلى بالوسائل التكنولوجية اللي ما شاء الله وفرت لنا مصادر معرفة أيضا، أني أقرأ لو معلومة بسيطة كيف أتعامل مع هذا المراهق وكيف أوصل لمفهوم الثقافة السياحية. إذا أستاذة مريم يعني أنا بقول لك شكرا على الجرعة التثقيفية هذه والتعوية اللي عطيتنا إياها. الله يسلمك، جزاك الله خير في هذه الفقرة يعني الثمينة، ما قصرتي، بيض الله وجهك. الله يسلمكم. الله يسلمك. وطبعا مع الأستاذة مريم نكون مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام الصباح رباح لليوم. طبعا في حلقة الغد، حلقة نهاية الأسبوع، بنتعرف على دفتر رسم ضمن أنشطة مركز إبداع الفتاة وفقرة الأشغال اليدوية مع شيماء اليافعي. وأيضا بنعرض لكم باكر إن شاء الله تفاصيل مباراة منتخبنا الوطني للشباب في البطولة الآسيوية لكرة السلة. وما تنسون كعادتنا تواصلوا معنا مشاهدينا على موقع قناة الريان فيسبوك وإنستغرام هاشتاق الصباح رباح. مع السلامة، نشوفكم على خير.